Oh l'aileur, qu'est-ce que vous voulez? Je viens d'amener la route. واحد الحاجة غريبة والله العظيم غنمشي ندوش في الشارع ماشي لا تشوف راه عندي الكسوة اللي غنبدل عندي العالم نمشي عند شي كريفو نفرغ عليا الماء وندوش المهم راني غادي غنمشي لديك الدور اللي قلت لكم غنصور ليكم ندخلوا لعندهم نصورهم من الداخل نشوفوا كي عاملة تما الدنيا والعالم والديمقراطية طلع من تما طلع من هنايا دابا امين عطشنا بزاف دابا منوصلو حتى للمغرب الله اعلم طلعت من التساوي ما كلينا شربنا ايش الشرب اللي شربنا ماشي الشرب اللي لا نطلع اويا والله مغامرة جد صعبة جد صعبة جد جيت صعبة تلفنا في الطريق تلفنا في الطريق اخوتي وصلنا حتى لواحد الدار لين ورجعنا الدار خالي هو الطريقة صح تلفنا في الطريق سبحان الله صح انت اول مرة كنجيو لهاد البلاصة هادي وهاد البلاصة بعيدة فين مشينا هاني المهم كتبقى الذكريات فيديو كيبقى الذكرى ملي كتكبر غيشوفو ولادك وحفادك ان شاء الله ومن بعد عاد كتخلي الذكريات وخا كتعذب وكتكرفص هانية وكيشوفوك الناس وكتكسب الناس الحمد لله اي هذيك الدار اخوتي اللي وعدتكم قبيلتي غادي نصورها هي هادي ندخلو لها شوفو كي دايره بسم الله شوف عرفت لما كيصلح ديك اللعيبه نطلع للسطح خوتي شو 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 هرب عامل بحال الحنش صغير انا غي طلع خوتي والله ما عرفت الدار ديال هيك انا غنمشي شوف شوف بسم الله بسم الله شوف 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 كطلع الكل كطلع البحر شحال ما عرفت علاش هاد اللعيبة كيعملوها مشيت ديك الدار ديال قبيلة تجبرتها بحال هيدا ودابا عاود عطيهم كتصلح اخوتي نتوما الناس اللي دالبادية غيعرفو غيجاوبونا علاش زعما كيعمل ديك اللعيبة انا من كتصلح كانوا كياكلوا هنا كيعملوا لها رحلات التون ديال السردين ديال العالم شوف عوض هذا المنظر السلام عليكم السلام عليكم فين صافا لاباس عليك هانية تعيش معايا في هاد الدار هادي فينكم ابنة الناس فينكم 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 شوف شوف شكون اللي غتعيش معايا في هاد الدار هادي في هاد المنظرة هيا خاويا نعيشو فيها نخلقو فيها السعادة نشربو غير الما كان هنا البهايم والله ما عرفت تحاول البهايم هيا عاود ديك اللعيبة هيا عرفت المنك تصلح هادي والله العادي ما هي ما فيها ما يدخل اخوتي بصح انا كندخل عييت عطشت عطشت فامو تلفنا في الطريق ودابا غادي نفحط طريق اخر والله لا غير غادي غير غادي غير غادي ما عرفت فين غير غادي اخوتي تلفنا في الطفطي الطريق هذا ما دزناش مره هاد الطريق هذا ما دزناش مره وغير غادي وربي كبير وعطشنا والعالم دابا الجبل الجبوله
والشجار والعالم ما كيبانلكش منين دزتيه، ما كيبانلكش الطريق اصلا. حنايا قبيلات ملي جينا مشينا لذاك الغار دزنا في الشوك ودزنا في الجو في الشجار والعالم، ما كيبانلكش الطريق منين دزتيه. عينا غير ربي اللي عالم بينا، غير ربي اللي عالم بينا. وهذا الشيء كامل باش نعيشكم معايا اخوتي. دزنا اخوتي في الطريقه، شوفني كندوز دابا هذا ندوز من هنا كيفنا في الطريق والله العاد. شنو مبريلني تلفنا والله العاد. شوف شنو ندوز عاود تلفنا في الطريق عييت. اسمحوا لي اخوتي لما اني ما صورت لكمش من الطريق حيت عطشت بزاف وعييت. خصني نشرب باش نضرب واحد الدويشه في الشارع في الزنقه والله تنضربها في وسط العالم. الطريق ما جبرناش والو. كيف ما دزناش من هذا الطريق كاع ما شفناش حنا هاد البلايص. سبحان الله وي وي تلفنا في الطريق. قداش نغوت اخوتي قداش نهضر بالجوه. عييت عييت بزاف خاصني شي جوج جيترو ديال الماء ديريكتوم. واخيرا اخوتي جبرنا الماء، جبرنا واحد السيد بوبري عطينا الماء نشربو. والله العظيم اخوتي من الصباح كنقلبو على الطريق في الاخر جبرنا الماء وجبرنا اللي ورانا الطريق باش نمشيو في حالنا. الله يجازيه بالخير. شاف اسي رجعك عزيزي. لا مش خلاص الحمد لله ما دا ويش حاس لي صمادنا. ايوا صوت غير باغي تجي مع زعما كي دي صمادن ما ذني بيره ما كيبازا هذا بيره لا بيره احم والدي نبدا نجوب نبدا وانا دابا من هنا. والله انت زميتي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحبيب. دابا كنهضر بالجات شربت الماء. شوف 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 كي داير بالماء وشوف سبحان الله خوتي غير تلاقيتو شوف كيفاش الناس فيهم الكرم وفيهم الاخلاق. قال لي مرحبا الف مرحبا صاحب عطاني الماء باردين شربنا التسالي تعمرنا الكرش. ودابا كنقولوا بسم الله الطريق. دابا نصوروا لكم الطريق نصور لكم اللي غنمشي ندوش في في العالم في 30 ما جبرت شي كريفو تما تما غادي ندوش. الحمد لله يا ربي الحبيب. وكنشكر هذا السيد بوبري شفتي اسمه شنو اسمه السيد بنعيسه بنعيسه. كنشكر هذا السيد هذا كنعرفو غير من من البعيد ولكن ولد مدينتي حتى هو ولكن كنعرفو من البعيد وكيعرفني من البعيد. حتى هو ملي شافني قال لي اه انت. كنشكرو بزاف كنقول الله يرحم والديك حيت عطيتيني عطيتيني نشرب. والاصل والاصل ديالو من هاد البلاصه هادي وجا لهنايا جا الاصل ديالو لبلادو. شوف الدنيا كي دايره هنايا ولكن هو ما كيسكنش هنايا. والله عز وجل جابو لهنايا هو السبب الوحيد باش شربنا ونقدنا من العطش. داك الماء اللي شربنا كاملين اخوتي عطشنا من جديد عطشنا فحال الاول كيف كنا. الله العظيم دابا طالعين ديك الدار اللي وريتكم في الاول في الفيديو غنمشي ليله غندخل ونطلع الفوق نشوف كي عامله الدنيا تما. الا ما تما شي فراش ننعس عليه واحد شويه نتكلم راه عينا من تما نخرجو تما واحد كريفو نشرب نغسل وجهي وشعري. ديك الساعه ملي غنتلعب حالي فهاد كريفو لاهن تما غنضربها في تدويشه شي تدويشه تكون 5-5 نبدلو الكسوة والعالم اللباس ديالنا شي حاجة جديدة. انتما نشبرو الطاكسي ونهودو بحالنا دخلو لينا. اشكون ديك صدق حد؟ السلام عليكم. كاين حد؟ السلام عليكم الاصدار. كاين حتى واحد اخوتي هنا. هو اللي سألتكم شوف كل هناك يا عمي.
تبلع السنسر الواحد بلع السنسر. ويا ويقي الطوش شتي شي واحد اخوتي كيفكم شو كامل الدنيا هنا هنا وارد ويا لا ويا ويا مرهنيا ينحط جبنت الماتشين كانت اخوتي شي واحد اللي كيبان تما ولا قليل اللي كيجي لهنايا ولا ملي كيجي كيشوف الدار ديالهم القديمه كيبات فيها ولا كيعمل فيها شي كاميله وهي هذيك اخوتي انا وريت لكم الدار طلعنا ليله هي هذه قريفو من جديد نشربو من جديد والطريق نشبروه من جديد ملي كنشربو كترجع لينا الحياه باغي ندوش هنايا ولكن الا دوشت هنايا ملي غنطلع هاد العقبي عاود غنعرق من جديد بحال اللي ما عملت والو وخليت حتى نهبط نطلع هاد العقبه هادي ونهبط المهم تنوصل لديك بلاصه فين حاطه داك الطاكسي تما واحد الكريفو تما غندوش باش غتبقى لنا غير الطاكسي والطريق مسرحه واخيرا الحياه من جديد وصلنا للكودرون الطريق مسرحه وصلت فين غندوش فين غنضربها بالتدويشه مشاهدة ممتعة خلو تما الماء سخونين اخوتي الماء نقصو هنايا نتوما كتشوفو ما كتبش دابا غنضرب واحد 3 كيلومتر تاع هاد واحد كريفو اللي كنت باغي نركب في الطاكسي هنايا ولكن على قبل تدويشة والله تمشي على رجلي يعني باقي 3 كيلومتر هذاك عاود على رجلي عاود وندوش باش تشوفو التدويشة مضخمة ضربنا مليار ديال الكيلومترات باقي ما وصلنا لديك كريفو شحال كيتسنى شوف الدوره كامله بزاف ديال الطريق وشوف شحال باقي بر بر عاد تما كريفو وزدت لهاد البلاصه هادي واحد الصارج راه ليهن ماشي الصارج ماشي كيعوم فيه الدراري ولا هاد الصارج عامر بالماء ومولا راه كاين ولكن فهاد الحر ديال الشمس وديال الطريق غنمشي نسالطي واحد السلط واعر وي 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 فزكت كامل اخوتي والله الا كامل كامل ويا راه الطبحيره عملتها والله الا كامل اخوتي شوف بالشورت وبالعالم شكون اللي دار لينا هذا العيب هو هذا اللي هرب اما لو كان ما هربش لو كان هذاك اللي كان شابر التليفون لو كان نسول لكم واحد اللقطه خطار نقص بداك لابيسين هايداك وجيت على الراس دابا نمشيو نضربوها بالتدويشه الليل شوف على ماندا شوف على الشجار شوف على العالم هنايا هاد الاخوين من بيت من بيت الاخوين ها ها الحراقه تتويش شي حاجه سانك سانك طريقه الغسل الراس نوريكم الطريقه ديال الغسل الراس يا هادي بلاتي اخوتي ولكن ما خصكمش تخليو حتى شويه في الشامبو شريته ب 50 فرانك 50 فرانك كتمشي كامله ها 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 كضربوا هيدا وكضربوا هيدا ها فا دويشه ثانك يو
انا ولد الشع اسهل طريقه ديال التبحيره في هذا العالم. الوالده انت كان اللي غتصبر. يا ربي تسمح لينا من الوالدين. يا ربي تسمح لينا من الوالدين. يا ربي تبحيرة اخوتي 5-5 واعرة. شوف الناس كيتمنضرو، ما توريوهم توريو لهمش الناس، خليهم يتمنضرو ويتفرجو عندو ما تحسش. يا وينال ودابا اخوتي غنلبس عليا كيفاش باش غنبان بحال اللي ما جريت ما لعبت ما غامرت ما طلعت. ودي ديكاس ديال المول الصاريج اللي عمت في الصاريج ديالو. اذا كاصلك عندك الحاجه هنا تمشي للجنه ان شاء الله. شوف اخويا شحال ديال الطريق كتسنانا كتسنانا الزباله ديال الطريق. شي 12 كيلومتر هكاك. خوتي خواتاتي كيفاش كتشوفوا في الفيديو اللي قبل غامرت مشيت لذاك الغار جيت طبحت داك الصاريج ودوزت واحد المغامره صعيبه بزاف بزاف بزاف. خوتي فيديو غيتسالى هنا. الى عجبتك هذه المغامره اللي عملت ما تنساش اخوتي لايك الفيديو باش تشجعوني نغامر بزاف د المغامرات. الى كنتو كتعرفوا شي بلايص هنا في المنطقه ديال الريف قولوها لي في كومونتير غنمشي نغامر ونمشي حتى لديك البلاصه نصورها لكم اخوتي. وعاودت ان شاء الله النيفو ديالي غيطلع ديك الساعه نمشي بزاف د المدن ديال المغرب ونصور لكم شي حوايج ان شاء الله مزوينين بزاف ان شاء الله يا ربي الحبيب. وما تنساوش اخوتي لايك الفيديو وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع صحابكم باش تشجعوني للمزيد حيت بكم باش نطلع راه غنوصل ان شاء الله يا ربي الحبيب حتى نتوما غتوصلوا معايا حيت هاد القناه ديالكم وديالي. ريسبكت لكم اخوتي.